السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتواصل حديث مع حضراتكم، والنهاردة بنتكلم عن البط المولر أو البط البغال، وبنشوف بصوا تأثير الجوع. البط عمال يصوصو وفاتح بقه، العلافة بتاعته فاضية ومفيش فيها أكل، وجافة كمان من قلة الأكل، وحتى واضح إن هو بياكل ردة. الحمام بتاعه نازل ردة بس، والمية بتاعته مش نظيفة خالص. وبصوا مكانه قش معجن خالص ازاي، بصوا. فطبعا مسألة التجوية، واحنا خصوصا في شهر 12 دهوت، والامراض شغالة في الطيور، فلابد يا جماعة ان احنا نهتم بتغذية الطيور بتاعتنا وبنظافة المكان. ما ينفعش ان احنا نعتمد على الردة فقط في التغذية، لابد ان احنا نحط مع الردة عيش، نحط مع الردة ذرة، دشيش الذرة، نحط مع الردة شوية ملح طعام، شوية جير، شوية كسر الرز، الاكل بتاع البيت. ما ينفعش نعتمد في تغذية البط، خصوصا البط اللي بتربى في البيت، على ردة او على عيش لوحده. مش هيكبر وهيبقى عنده مشاكل سوء تغذية، وهياخد وقت طويل معانا، وممكن يموت نتيجة سوء التغذية دهيت. فضلا كمان ان الايام دهيت بقى في علف للبط بادي ونامي وناهي، ممكن نستخدمه. شوف البط عمال يقلب، طلع من العشة بتاعته وعمال يقلب، بياكل في الكياس وبيبحث عن الاكل من كتر الجوع. بصوا ماسكة ورقة فل هيت وعمالة تاكل فيها. طبعا دوت المولر او البغالي، علشان هوت لونه ابيض، كف رجله عريض، ونقط سمرة على راسه هيت باينة خالص يعني. والبط ما شاء الله يعني متساوي في الحجم، ولكن جعان. نلاقي ان البطاية بتكبر بتطول بس ما بتشيلش لحم، وبيبقى عندها نحافة. طبعا البط دوت مفترض 60 ولا 70 يوم، الانثى تدينا 3.5-4 كيلو، والذكر 4.5-5 كيلو. ولكن بالوضع ده هوت، وضع الجوع ده هوت، مش هيكبر. وفي الشتاء يا جماعة البرد والمكان، بصوا رجليه حتى من اثر الجوع عروقها حمرة ازاي، باينة خالص في الكاميرا هيت، خدت بال حضراتكم؟ بصوا الحمام بتاعه ردة. فطبعا دوت وضع غير سليم خالص في التغذية. ونبدأ نقول البط ما بيكبرش ليه، البط ضعيف ليه، البط بيسهل ليه. ما كل ده يا جماعة مرتبط بالمكان. بصوا المكان قش شارب مية لما قايل بس، وهو والردة نازلة زي ما هي. الصورة تعبر عن نفسها، ونقول ونتهم الطيور بتاعتنا واحنا المقصرين. بالله عليكم يا جماعة نهتم بتغذية الطيور بتاعتنا، علشان ما نبقاش بنستنزف وقت في التربية عندنا، والهدف في الاخر ما يبقاش في لحم والبط بيحصل له مشاكل ويموت، ونخسر فلوسنا وما يكبرش في الوقت المحدد ليه. شكرا لحضراتكم، وتابعوني على قناتكم، قناة مهندس صبري غازي.